جت قليله للغايه من تنظيم الاخوان، كانت فوق ثلاث كوبري الفيوم وقامت باحراق الاطارات، وما استدعى الى تدخل قوات الامن وتفريق هذه المسيره. ربما هذه الاحداث دفعت الاجهزه الامنيه هنا بمشاركه قوات الجيش والشرطه الى تعزيز من اجراءاتها حول محيط كل اللجان الانتخابيه في مركز وبندر الفيوم وكذلك داخل اللجان. هذه القوات استعانت بخبراء للمفرقعات للكشف عن اي اجسام غريبه يشتبه في تواجدها في داخل اللجان او في محيط هذه اللجان. كذلك انتشر لجان البحث الجنائي للتدقيق في هويات الماره في محيط هذه اللجان، كما تم عمل حرم امن حول هذه المقرات يبلغ 200 متر يمنع فيه تواجد السيارات او الاشخاص المشتبه في هوياتهم. رصدنا كذلك اقبال بعض الناخبين على التطوع لمساعدات بقيه الاهالي والسكان في ارشادهم باللجان المختصه او اللجان الخاصه بهم. رصدنا كذلك وجود بعض افراد من منظمات المجتمع المدني داخل هذه اللجان بعد استئذان قاضي او رئيس اللجنه في مساعده ايضا المصوتون او المقترحون في التوصل الى جداولهم الانتخابيه ومساعدتهم حتى الانتهاء من عمليه التصويت. رصدنا كذلك وجود بعض من المؤسسات العربيه مثل جامعه الدول العربيه او فدت المتابعين لمتابعه هذا الاستفتاء. تابعنا امس كذلك نسبة الإقبال العالية التي ازدادت حتى لحظات قبل إغلاق وسنتواصل معك بالتأكيد على مدار اليوم لمشاركتنا بالمزيد. وشكرا جزيلا علاء رشوان لهذه النظرة الوافية من الفيوم. يتسلم المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات المستشار هشام مختار اليوم نتائج الاستفتاء على مشروع الدستور والواردة من البعثات المصرية بالخارج من السفير علي العشيري مساعد وزير الخارجية لشؤون القنصلية. يشار إلى أن عدد المصريين بالخارج الذين صوتوا في الاستفتاء على الدستور بلغ نحو 103,000 شخص وفق التقارير الواردة من 138 بعثة مصرية بالخارج، وهو عدد يفوق عدد الذين قاموا بالتصويت مباشرة بأنفسهم في دستور 2012 والذي بلغ 87,000 بخلاف عدد من صوتوا بالبريد وهو ما تم إلغاؤه في الاستفتاء الحالي. تفقد رئيس مجلس الوزراء دكتور حازم البجلاوي عددا من لجان الاستفتاء على الدستور في يومه الثاني لمتابعة سير العملية وبحث المشاكل والمعوقات التي قد تواجه الناخبين، ثم توجه الببلاوي إلى غرفة عمليات مجلس الوزراء لمتابعة سير اليوم الثاني من عملية الاستفتاء على الدستور. كان الببلاوي قد أكد خلال متابعته اليوم الأول من الاستفتاء بغرفة عمليات مجلس الوزراء والتي شكلها مركز المعلومات أن مشاركة المواطنين يعتبر واجب وطني لا بد من المشاركة فيه. وجه المتحدث العسكري الرسمي في نهاية اليوم الأول من عملية الاستفتاء على دستور مصر وجه التحية والتقدير لشعبنا العظيم خاصة سيدات مصر. وأيضا قال العقيد أحمد محمد علي إن عبقرية مشهد اصطفاف المصريين تدعونا للفخر بأننا أبناء وجنود وحماة لمستقبل وتطلعات هذا الشعب العظيم. متواصلين معكم لمتابعة سير العملية الانتخابية في مختلف المحافظات والمناطق. من محافظة القاهرة تحديدا من حي شبرا ينضم إلينا مباشرة رمضان المطعمي. رمضان صباح الخير، وكيف هي الأجواء لديك اليوم؟ التوافقية الثانوية بنين في دائرة شبرا مصر، وهي لجنة عامة تابعة لقسم رود الفرج ورقم 3، تضم في جنباتها 4 لجان فرعية. الساعة 9 بدأ توافد الناخبين إلى الأبواب المدرسة، فقبل حتى ميعاد البدء في الاستفتاء بدأت النساء في التوافد على المدرسة، وإلى أن جاءت الساعة 9
انطلقت السيدات الى اللجان وبدأ السير في عملية الاستفتاء. الان الاجواء هادئة بعض الشيء، لكن من حين لاخر تدخل بعض التموجات وبعض التقطعات من النساء. الى الان لا يوجد كثافة في ساعات الصباح الاولى، ولكن من المتوقع حسب الحديث مع بعض السيدات اللائي حضرنا الى اللجان اكدوا لنا ان في الساعات المتبقية من النهار سوف تشهد اقبالا كثيفا من السيدات. اما عن الحالة الامنية في مدرسة التوفيقية ومحيطها فهي تشهد تكثيفا امنيا مكثفا من قبل قوات الشرطة والجيش وفي فناء المدرسة وفي خارج المدرسة ايضا لم تحدث حتى الان اي خروقات او محظورات تعكر صفو العملية الانتخابية في اليوم الثاني للاستفتاء، وتسير حالة من الهدوء والسير حتى الان. هذا هو ما تشهده مدرسة التوفيقية الثانوية بنين بمنطقة شبرا مصر. نعم رمضان بالتأكيد سنتواصل معك في فترات إخبارية لاحقة. أشكرك شكرا جزيلا من شبرا رمضان المطالي. في تقريره حول اليوم الأول لاستفتاء الدستور قال المجلس القومي لحقوق الإنسان إن عملية الاستفتاء استمرت بمشاركة كبيرة رغم تصاعد وسيلة العنف في بعض المحافظات. وقال المجلس إنه تلقى 117 شكوى من محافظات مختلفة، احتلت محافظات القاهرة الكبرى النصيب الأكبر منها. وأشار المجلس إلى أن أبرز ما ورد إليه من انتهاكات العملية الانتخابية تمثل في تأخر فتح اللجان وأخطاء بقاعدة بيانات بعض الناخبين، إضافة إلى اشتباكات بين قوات الأمن وأنصار جماعة الإخوان الإرهابية في بني سويف وكفر الشيخ وسوهاج. وللمزيد من المتابعة تنضم إلينا أسماء عبد العظيم مراسلة أنيل من الشرقية. أسماء بعد التحية، هل لك أن تصفي لنا سير عملية الاستفتاء على الدستور حتى هذه الساعة؟ صباح الخير وتحية موصولة لك أمل ولجميع المشاهدين على شاشة نيل الأخبار. أتحدث إليك من محافظة الشرقية تحديدا من لجنة مدرسة أحمد عرابي الإعدادية في مدينة الزقازيق، وتوجه الناخبون في ساعات الصباح الباكر إلى لجان الاستفتاء للإدلاء بأصواتهم في هذه العملية الاستفتائية. يمكن المؤشرات الأولية التي رصدها غرفة عمليات التابعة لمحافظة الشرقية أمس لنتيجة التصويت في اليوم الأول للاستفتاء وصلت في مدينة الزقازيق إلى 65%، أيضا وصلت في مركز مشتول السوق إلى 45%، في مركزي الحسينية وصان الحجر وصلت نسبة التصويت إلى حوالي 35%، في مركز بلبيس أيضا وصلت إلى نفس هذه النسبة، لكن أقل هذه المراكز هو مركز القرين الذي وصلت فيه نسبة التصويت إلى 25%. إذن هذه النتائج المبدئية لنسبة التصويت في اليوم الأول للاستفتاء تدل على أن التصويت العام لجميع مراكز المحافظة وصلت إلى 40%. هذه النتائج أيضا تدل على أن من قاموا بإفساد عملية الاستفتاء أو حاولوا بإفساد هذه العملية جميع محاولاتهم قد باءت بالفشل بفضل قوات الجهود التي بذلها قوات الجيش والشرطة في محافظة الشرقية لتأمين الاستفتاء وتأمين اللجان في هذه المحافظة. نحن الآن في انتظار زيارة اللواء أحمد وصفي وهو قائد الجيش الثاني الميداني لمحافظة الشرقية للاطمئنان على سير عملية الاستفتاء في هذه المحافظة، وأيضا الاطمئنان على قوات الجيش وطمأنة المواطنين أن جميع الأمور تسير في سيولة ويسر وهناك تأمين كامل لجميع اللجان، وأيضا يكون هذا تحفيز للمواطنين الذين لم يخرجوا أمس للإدلاء بأصواتهم لنزول اليوم والتوجه إلى لجان الاستفتاء والإدلاء بأصواتهم. معي أيضا سيادة المستشار راضي بدوي وهو رئيس اللجنة 4 و5 و6 بمدرسة أحمد عرابي الإعدادية لكي يطمئن أكثر على سير عملية الاستفتاء في مدينة الزقازيق وتخصيصا وخصيصا في هذه اللجنة. سيادة المستشار يمكن حضرتك ممكن تطمن المواطنين كيف تسير عملية الاستفتاء في اليوم الثاني في هذه المدرسة وفي هذه اللجان. بسم الله الرحمن الرحيم. العملية الانتخابية تسير بمنتهى الانتظام والاضطراب، ولا يوجد ما يعكر صفو العملية الانتخابية،
والجميع آتي وعاقد العزم على أنه يغير ويدلي بصوته بمنتهى الحرية والخيار، وأرى أن جموع الناخبين يدلون بأصواتهم بمنتهى الحرية والخيار والاختيار، والجميع يظهر ويجاهر أنه أتى ليقول نعم إلا قلة قليلة لا نعلمها، والصندوق سيفرز نتائجه إن شاء الله في نهاية هذا اليوم إن شاء الرحمن الرحيم. لكن نحن نرى التأمين خارج هذه اللجنة، يعني منع أي سيارة تكون على تقف بقرابة هذه اللجان أو على بعد 200 متر، يعني حضرتك إيه وضع التأمين داخل وخارج اللجان؟ أنا أرى أن عملية التأمين تقوم بانتظام شديد، وأن الجميع يحترم جميع وجموع المواطنين، ولا يوجد ما يعكر صفو العملية الانتخابية لشدة الانضباط من ضباط الشرطة ومن ضباط القوات المسلحة، وهم يقومون بواجبهم على أكمل وجه. وفي هذه المناسبة أرى أمامي أخوة من المسيحيين يدلون بأصواتهم، وهذا خير شاهد على اللحمة الوطنية التي نتمناها جميعا لجميع المصريين. كما ذكرنا في بداية هذه المداخلة أن عمليات التصويت في اليوم الثاني للاستفتاء هي تسير منتهى السهولة واليسر، هناك إقبال شديد من المواطنين على الإدلاء بأصواتهم داخل لجان الاستفتاء. إذن محافظة الشرقية إلى الآن هي هادئة وآمنة تماما. نعم، أشكرك جزيل الشكر أسماء عبد العظيم مراسلة النيل من الشرقية على هذه المتابعة. أعلنت غرفة عمليات نادي القضاء أنها نجحت في تزيين العقبات التي واجهت عددا من اللجان الانتخابية، والتي شهدت كثافة وإقبالا كبيرا من المواطنين على الإدلاء بأصواتهم. وأشارت إلى أنه تم إمداد تلك اللجان بأعداد إضافية من القضاة لمواجهة ذلك التكدس الذي كان قد عرقل عملية التصويت لبعض الوقت في تلك اللجان. إلى ذلك قررت اللجنة المشرفة على الاستفتاء بالقليوبية تغيير رئيسي للجنتين بمركز القناطر الخيرية وشبه الخيمة لقيامهما بتوجيه المواطنين للتصويت بلا في الاستفتاء على الدستور، مما دفع الناخبين إلى تقديم شكاوى ضدهما. وقد شاركت العديد من المنظمات الدولية المستقلة في مراقبة سير عملية الاستفتاء، وتم توزيع ممثليها على جميع المحافظات. من جانبه صرح مدير برنامج منظمة الديمقراطية العالمية دعمافي أن عملية الاقتراع مرت في يومها الأول بشكل جيد، مضيفا أن تقرير منظمته سيشمل عملية الاقتراع بالإضافة إلى طبيعة الأوضاع السياسية والاقتصادية الحالية. دعا قائد الجيش الثالث اللواء أسامة عسكر المواطنين لمواصلة النزول والمشاركة اليوم لليوم الثاني في الاستفتاء على مشروع الدستور. يأتي ذلك بينما تواصل قوات الجيش والشرطة تواجدها في ميادين السويس وأمام لجان الاستفتاء وأمام المدخل الجنوبي للمجرى الملاحي لقناة السويس. يتم تنفيذ خطط أمنية كاملة من أجل تأمين الاستفتاء على الدستور وحتى انتهاء الفرز. كان اليوم الأول للاستفتاء قد شهد إقبالا كثيفا من جانب المصريين على مدار 12 ساعة للإداء بأصواتهم في اللجان المختلفة. وجرت عمليات الاقتراع وسط حالة من الهدوء ومشاركة كثيفة من جانب المرأة، والتي أصبحت مشاركتها علامة بارزة في جميع الاستحقاقات التي شهدتها مصر منذ ثورة 25 من يناير. بعد إقبال كثيف غير مسبوق، أغلقت صناديق الاقتراع بالشمع الأحمر في إعلان على انتهاء اليوم الأول من الاستفتاء على مشروع الدستور. وكان المشهد السائد والمتكرر أمام كل لجنة هو اصطفاف أعداد كثيفة من السيدات ورجال في طوابير امتدت إلى عشرات الأمتار في الشوارع الممتدة بجوار مقار اللجان. الملفت هذه المرة تجمع الناخبين أمام الكثير من اللجان حتى قبل فتح أبوابها، في مشهد يدلل على إصرار المصريين على تمسكهم بخارطة الطريق وتنفيذ أول خطوة على طريق استقرار البلاد والانطلاق نحو مستقبل أرحب. وشهد الكثير من اللجان تواجد مجموعات من المتطوعين والشباب حاملين أجهزة الكمبيوتر المحمولة لمساعدة الناخبين وإرشادهم إلى مقر لجانهم الانتخابية. وأكد العديد من المواطنين أمام اللجان الانتخابية
أنهم سيصوتون بنعم على الدستور باعتباره عقدا اجتماعيا بين الشعب والسلطة الحاكمة. وعبر الكثير من الناخبين عن سعادته وارتياحه من سهولة الإجراءات وزيادة عدد اللجان في كل مقر انتخابي، ما قلص فترة انتظار المواطنين وسرعة الإدلاء بأصواتهم.